هي يعني الحاجة الرئيسية اللي بتوقف أي إنسان عن إنه يتخلص من المرض اللي هو بيعاني منه اللي هو مرض التعرض. من الأسباب اللي بتخليني مش عايز أتخلص التلذذ، يعني التلذذ حتى بالألم. يعني أنت تعبان أصلا بس أنت عندك تلذذ وقتي لمدة ثواني أو دقايق، فأنا خايف أفقد المتعة دي، فمن خوفي من فقدان المتعة أنا مش عايز أتعالج. زي بالظبط المدمن، المدمن ده بيبقى اللحظة اللي بيستمتع بيها هي لحظة، بقية اليوم أو بقية الوقت كله هو بيتألم ألم شديد جدا جدا علشان خاطر احتياجه للشيء ده ورغبته اللي بتزيد، وإنه مش عارف يعيش حياة مستقرة ومتوتر دايما والكلام ده كله. فيبتدي ياخد الجرعة بتاعته وينبسط ثواني لحظات، وقت قصير جدا بالنسبة لبقية حياته كلها، ومع ذلك مش قادر يقاوم يعالج علشان هو خايف ان العلاج يعمل له الم، مع ان هو اصلا بيتالم. فاحنا كلنا بنبقى مطمنين نوعا ما من الالم اللي احنا عارفينه، فالالم المجهول بالنسبه لنا ده تعبنا جدا نفسيا، فمش قادرين نكمل فيه. علشان كده مهم جدا ان انت يبقى عندك ادراك ويبقى عندك وعي للالم اللي انت عايش فيه علشان تقوي الرغبه عندك انك انت تتخلص منه. لو حصل ده وده هتتحمل اي الام، لانك انت هتبقى عارف انه الم ساعه ولا كل ساعه، مش الالم اللي انت عايش فيه على طول.